مني غناخد الاجازه وما عنديش الحق حتى باش نولج مباراه التعليم، فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ واش نمشي ندير انا مسمن وحرشه بحال امي؟ مشيت انا نخدم نشد الحرفه ديال امي نكملها؟ راه انا كنقرا باش نحيد امي من ديك الحرفه. كلمه اصلاح التعليم هما راه كيديروا العكس، كيهضروا في اصلاح وكيديروا افساد التعليم. اللي بغاو يصرحوا التعليم يمشيو غير يشوفوا ذاك القرى، انا خويا ولد الباديه يشوفوا القرى كيفاش دايرين، كيفين قرينا، كيفاش حنا كيفاش تقرينا وفين قرينا وشنو كنا كنلبسوا والمدارس اللي قرينا فيهم، الاماكن اللي كنا كنقراو فيهم الاقسام. والله خويا حتى بزاف يطلعوا غير الاطلس ويطلعوا القرى اللي فيهم الثلوج وقطاع الطرق. والله خويا حتى بزاف هما جالسين في الحكومات وش واحد جالس مرتاح بخير عيش، واحد مساكن مسكين ما لاقي حتى ما ياكل، بغى يطبق علينا هذا الشيء يمشي للقرى يشوف يشوف البوادي كيفاش عايشين مساكن ما لاقين ما ياكلوا. ماشي عبيد باش يجي واحد كل مره يطبق علينا قرار في الشكل، هنا ماشي عبيد، ليس بعبيد انك تجي انت تطبق علينا اي قرار اخر. ومعمر السن ومعمر النقطه كانت معيار الكفاءه، حنا حاجه وحده اللي كنطالبوا بها انهم يتم ازاله هذا القرار واسقاط هذا القرار، لان الشعب المغربي متضرر. دونك حنا نايضين ودايرين مسيره سلميه وما عند حتى شي واحد الحق انه يمنعنا.
حيت حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا باش الجواء عمر السن وعمر وعمر النقطه كانت معيار الكفاءه. عمر النقطة وعمر السن كان معيار الكفاءة. علاش الأوروبيين متحضرين علينا ومتقدمين علينا؟ حيت ما كيجيوش ويدخلوا الأمور ببعضياتها. حيت متوفرين القرارات كياخذوهم هما ناس. كون كنا حنا كشعب موفرة لينا الحرية ديالنا وكاع الحقوق ديالنا، وأقسم بالله ما غنخرجوا وما غندويو وما غادي نضيعوا الطاقة ديالنا باش نجيو هنايا ويبداو يجيو علينا يجيونا الصحافة ويجيونا ويجيونا ويجيونا. دونك حنا حنا ماشي ضد الامن وماشي ضد بزاف ديال الحوايج، حنا ضد القرارات اللي كتصدر في حقنا. واصلا الشعب ديالنا ما كيتسناش شي حاجه من واحد كان وزير الداخليه في فرنسا. حنا عارفين فرنسيه فوالا. دونك حنا حنا باغينا الحقوق ديالنا. وتحيه نضالي للناس اللي معانا. يلا نواصل ديالنا. وتحيه الكلية الاداب والعلوم الانسانيه بمحمديه، كنطالبوا بمطالب بسيطه، ماشي شي حاجه اللي بالغه ولا شي حاجه اللي اكستراوردينير كي كنقولوا. باغيين غير حقنا حنا. مني غادي نوصلوا مثلا، انا عندي 24 سنه، انا عندي السنه الاخيره في الاجازه الاساسيه. مني غناخذ الاجازه وما عنديش الحق حتى باش نولج مباراه التعليم، فين غنمشي؟ فين غنمشي؟ واش نمشي ندير انا مسمن وحرشه بحال امي؟ مشيت انا نخدم نشد الحرفه ديال امي نكملها؟ راه انا كنقرا باش نحيد امي من ديك الحرفه. خلاها كما قال سيدنا الحسن الثاني رحمه الله في خطاب المسيره الخضراء سنه 2001، المغرب شعب مخير وليس مسير، اذا احس انه مسير حمل اشياءه واعتكف في الجبال، لكي يحس الحكماء والرؤساء بمدى ضرر المغاربه. راه حنا ما كنطالبوش في حاجه اللي زعما كبيره ولا هذا، حنا جينا بطريقه سلميه، بطريقه طلابية، حركة طلابية، بغينا غير المطالب ديالنا. مادام أننا غنوصل 30 سنة، أنا عندي دابا 24 سنة، عندي السنة الأخيرة، غندير الماستر ديالي عامين، ها هي 26 سنة، غنبغي أنا نكمل الدكتورة ديالي، علاش لا؟ ملي غنوصل 30 عام وغنبغي نخدم، فاش غنخدم؟ هو كيقولك لا، ما عندكش الحق أنك تمشي تخدم، ما عندكش الحق أنك تولج مباراة التعليم وأنت فوق سن 30، أشناهو هذا؟ هذا راه ماشي، راه ما يمكنش، راه ما غتقبلهاش. واش ما كتشوفوش انه الوزير بغى يدير الاصلاح للمنظومه ديال التعليم ولا غادي يهرس المنظومه ديال التعليم؟ بالنسبه لي هذا ماشي اصلاح، مادام انهم داروا قرار التعاقد في 2016 وجاو ختموه بتحديد السن في سنه 2021، اذا في السنوات المقبله غادي يقول لك من هنا لقدام ولا ما عندهمش حق انهم يخدموا. انت ولد الشعب سير خدم الحرفه ديال باك، باك دراس ولا باك عامل في شي معمل، سير خدم الخدمه ديالو. علاش غنمشي نقرا؟ علاش انا غنضيع 14 عام من عمري ولا 20 عام من عمري وانا كنقرا باش في الاخر نمشي نخدم الخدمه ديال مولا ديال با اللي ما قاريينش؟ علاش انا غنمشي ندير؟ علاش غنضرب جامع ونفيق مع الصباح ونجي من مدينه بعيده باش نجي نقرا؟ علاش؟ شنو الهدف؟ انتم كطلبه رسالتك للحكومه؟ رسالتي للحكومه تاخذ بعين الاعتبار اننا ولاد الشعب ما فحالناش. حنا راه كاين بزاف ديال 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 الحوايج اللي كنتمارس علينا واللي كنضطروا اننا نتعرضوا لها باش نجيو نقراو. راه ماشي سهل انك تجي تقرا ضمن شي مجتمع اللي ما عطيكش الحق انك حتى في الكلمه ديالك حريتك. هذا اللي كيقول راه الملك ديالنا عطانا في الدستور، عطانا ان عندنا حريه التعبير. هذه حريه التعبير ما عندناش، كتجي تهضر كيقمعوك. وفين هي حريه التعبير؟ فين هو حرية التعبير عن رأي هنا؟ فين هي؟ وكنطلب من سيادة الملك محمد السادس أنه يشوف حالتنا، لأننا فغيمون إلا ما كانش عندنا هاد المسلك. أنا بالنسبة لي أنا كطالبة في سلك شعبة إنجليز دراسة إنجليزية، إلا ما درتش التعليم مني غناخذ الإجازة ديالي، أشنو غنمشي ندير؟ أشنو غنمشي ندير؟ نمشي نجمع حتى أنا كتب نمشي نهاجر لبلاد أخرى؟ هذا هو الحل الوحيد. شحال من واحد، أنا أصحابي قراو قبل مني، خداو الاجازات ما خدموش في بلادهم وخدموا في بلدان اخرى. شنو الهدف من هذا؟ نخدموا نقراو في بلادنا ونخدموا في بلدان اخرى؟ لا، انا باغي نقرا في بلادي باش نخدم بلادي. انا عندي دمي نحرقوا على بلادي، ولكن بلادي خصها حتى هي تحرق دمها عليا. ماشي هذا، راه خصها تكون علاقه نعطي نعطيك، ماشي تاخذ وما تعطينيش. وشكرا. شكرا. عليكم السلام. اذا انت احد الطالبات بمدينه المغمديه اليوم باش تشوف الوقت الجيجيه حول السن اللي هو 30 سنه ديال الانتقاء ديال 30 سنه، يعني كلمه للوزير ديال التعليم اللي كان كيسمع.
اول حاجه احنا ما درناش هذه المسيره هذه من اجل السن فقط، ومن اجل ذلك من اجل واحد ناض قال لنا انه النقطه والسن تعتبروا معيار الكفاءه. عمر السن وعمر النقطه كانوا معيار الكفاءه. نورمالمون الا بغاو يطبقوا علينا احنا السن هنايا يطبقوا حتى في الحكومات. اش كنلاحظوا ان وزير عنده 75 عام، واحد عنده 65 عام جالس الحكومه، بغينا نشوفوا الشباب في الحكومه. وإلا طبقوا هادشي في الحكومة حتى حنا متفقين عليه، حنا ماشي عبيد باش يجي واحد كل مرة يطبق علينا قرار في شكل، حنا ماشي عبيد، ليس بعبيد أنك تجي أنت تطبق علينا أي قرار آخر، ومعمر السن ومعمر النقطة كانت معيار الكفاءة، حنا حاجة وحدة اللي كنطالبوا بها أنهم يتم إزالة هذا القرار وإسقاط هذا القرار، لأن الشعب المغربي متضرر، عطيونا الحقوق ديالنا، رجعونا الكرامة ديالنا، الحرية ديالنا، ما غاديش تشوفونا، ما غاديش نبقاو حنا أصلا نايضين وداوين وإلى آخره، دونك حنا حاجة وحدة اللي كنطالبوا بها إسقاط هذا القرار وإرجاع الحق حقوق للشعب المغربي. وتحيه نضاليه وشكرا. ازاله القرار نحن مناضلون وسوف نظل صامدين حتى ازاله هذا القرار. هذا القرار ليس في صالحنا. علاش حنا غيطبقوا علينا حاجه وحنا ما باغينهاش؟ هذه راه حريه، ولا ما كناش حنا راه ما كانوش غيكونوا هما. دونك راه بفضلنا حنا كشعب كاينين هما جالسين في الحكومات، وش واحد جالس مرتاح بخير عيش، واحد مساكن مسكين ما لاقي حتى ما ياكل، بغي يطبق علينا هادشي يمشي للقرى، يشوف البوادي كيفاش عايشين مساكن، ما لاقين ما ياكلوا، كيديو الكتومه ديالهم في البلاستيك، كيلبسوا صنادة الميكا، كيعانيوا من الشتا، من بزاف ديال الحوايج. دونك راه هادشي راه ماشي عدل. شكرا. نعم. شنو أهم المطالب اللي كطالبوا بها أنتم كطلبة؟ كنطالبوا بإسقاط القرار الأخير المتمثل في السن اللي حدوه في 30 سنة. وإدماج الإجازة الأساسية في التعليم حتى هي نقدروا نوجهوا لمباراة التعليم من خلال الإجازة الأساسية. حنا لما دازناش للتعليم شنو غنديروا بهذ الإجازة؟ كاين اللي كيقول لك الإجازة كيقول لك التعليم ما كينقش البطالة، شنو غادي واش التعليم ولا يحيد البطالة من البلاد؟ هو ما غيحيدش البطالة ولكن غيحيد واحد النسبة من البطالة. إلا حيدين التعليم نسبة من البطالة والأمن هو نسبة من البطالة وكل وظيفة كتحيدين واحد النسبة، إذا غادي نتخلصوا من البطالة. ما نقولوش هذه ما غاديش تحيدين البطالة ونزيدوا نحيدوا من البنات ما نخدموش، راه نقطة نقطة كما كنقول نقطة نقطة حتى كيحمل الواد. هذا الشيء اللي كاين، حنا بغينا غير القرار تراجع للوزارة وحقوا لنا المطالب ديالنا ويحسنوا لنا الأوضاع. فاش كيهضروا بكلمة إصلاح التعليم هما راه كيديروا العكس، كيهضروا في إصلاح وكيديروا إفساد التعليم. اللي بغاو يصلحوا التعليم يمشيو غير يشوفوا ذاك القرى. انا خويا ود الباديه يشوفوا القرى كيفاش دايرين، كيفين قرينا، كيفاش حنا كيفاش تقرينا وفين قرينا وشنو كنا كنلبسوا والمدارس اللي قرينا فيهم، الاماكن اللي كنا كنقراو فيهم، الاقسام. والله خويا حتى بزاف يطلعوا غير الاطلس ويطلعوا القرى اللي فيهم الثلوج وقطاع الطرق. والله خويا حتى بزاف الشعب كيعاني وساكت. علاش؟ حيت كنغيروا على بلادنا. حنا واش كيصعب لك هادشي؟ ساهل ان حنا نجيو نوقفوا ويكون احتجاجات ويكون صداع في بلادنا والبلاد البلدان الاخرين كيشوفوا فينا. حنا بالعكس حنا غيورين على بلادنا، ما نبغوش هاد الاحتجاجات يكونوا والصداع. حنا باغيين السلم في البلاد ديالنا، دوام السلم، ولكن بغينا تحقيق المطالب ديالنا والعدل. بغينا العدل وبغينا تحقيق المطالب ديالنا، بغينا واحد العيش كريم. حنا ما كنطالبوش بحياه بغينا غير العيش كريم متوسط نعيشوا به ونعيشوا معنا العائله دون نقضوا شويه من الفقر. وهادشي اللي كنطالبوا به اخويا، ماشي حياه الرفاهيه باغيين من هادشي ديال التعليم. حنا راه شويه نوعيوا راسنا ونخدموا شويه، هادشي اللي كاين. المهم شكرا وشكرا.